مروا للاطلاع على اخر المستجدات بحاله الطقس. معنا المتنبئ الجوي كناز كيوان. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. صباح الخير. صباح النور، يا هلا. صباح الخير، يسعد صباحك. يعني عم نشهد بهاليومين انخفاض بالطقس، في برودة قليلة. خلينا نحكي، هل هالمنخفض رح يكون قاسي؟ وصحيح في الإشاعات يلي عم تصدر إنه في منخفض كتير قاسي رح نشهده بالأيام الجاية؟ تماما، بداية يسعد صباحكم، صباحك. الله يبعث الخير. بالواقع لاحظنا خلال يوم امس كانت الاجواء شبه مستقره في معظم المناطق، راح تستمر الاجواء هذا اليوم ويوم غد مستقره بشكل عام، تميل للاجواء الربيعيه وخاصه يوم غد، والسبب بذلك ارتفاع واضح وملموس بدرجات الحراره راح نشهده. من المتوقع ان تسجل اعلى من معدلاتها بحدود 4 إلى 6 درجات مئويه في اغلب المناطق. طبعا خلال الليله القادمه وساعات صباح يوم غد من المتوقع ان تبقى الاجواء مائل للبروده قليلا، وخاصه على المناطق المرتفعه، مع تحذير من تشكل الضباب بالتحديد بالمنطقه وفي مناطق غوطه دمشق. نهارا راح تبقى الاجواء كما ذكرنا دافئه ان شاء الله خلال هذا اليوم ويوم غد، ومع درجات حراره اعلى من المعدل. ليلا اجواء تميل للاعتدال بشكل عام باستثناء المناطق الجبليه. و نعم، الشرق المتوسط كتلة هوائية باردة مصحوبة بمنخفض جوي راح يأثر على المناطق بدءا من مساء يوم الأربعاء إن شاء الله. راح تكون الفعالية بداية على المناطق الساحلية والشمالية الغربية بهطولات مطرية صباح يوم الخميس وساعات فجر يوم الخميس، راح تكون غزيرة أحيانا مصحوبة بأصفر رعدية وعلى فترات مختلفة الغزارة بمنطقة أخرى. ان شاء الله مع ساعات ما بعد ظهر يوم الخميس ومساء يوم الخميس راح تمتد الهطولات بشكل تدريجي الى باقي المناطق، ولكن على شكل هطولات مطريه مختلفه الغزاره بمنطقه واخرى ومدينه دمشق والمنطقه الجنوبيه. ان شاء الله مع ساعات الليل الاولى ستكون الفعاليه الجويه تؤثر على المناطق بشكل عام، بالاضافه الى نلاحظ انه فعاليه هذا المنخفض الجوي تعد من متوسطه الى ضعيفه بالاجمال على معظم المناطق، تعد متوسط الفعاليه على المناطق الساحليه وبالمجمل باقي المناطق من متوسطه الى ضعيفه احيانا. المناطق الجنوبيه راح تكون ان شاء الله الهطولات جيده فيها. فيما يتعلق بالهطولات الثلجيه ولمن يسال عن الهطولات الثلجيه، من المتوقع ان تكون الهطولات الثلجيه حاضره مساء يوم الخميس على المرتفعات الجبليه العاليه وبالتحديد فوق ال 1500 متر، ولكن بشكل متقطع ولا يوجد اي تحذيرات فيما يتعلق بالهطولات الثلجيه. من المتوقع استمرار تاثير الكتل الهوائيه البارده وهذا المنخفض الجوي حتى مساء يوم السبت. الفعاليه الجويه تختلف بين منطقه واخرى، ودائما نلاحظ خلال هذه الفترات النشاط في الفعاليه الجويه في معظم المناطق وخاصه ما ساعات ما بعد الظهر من الايام اللي وخلال هذه الفتره نلاحظ نشاط واضح وملموس على سرعه الرياح الجنوبيه الغربيه وخاصه ظهر يوم الخميس، مع هبات شديده احيانا تتجاوز 60 كيلومتر بالساعه في معظم المناطق. ايضا انخفاض واضح وملموس على درجات حراره نشهده، وخاصه راح يبلش بدءا من يوم الخميس وراح يكمل ان شاء الله اليوم الجمعه، راح تكون درجات الحراره ادنى من معدلاتها بقليل. وخلال هذه الفتره نتمنى الانتباه للفروقات الحراريه ما بين ساعات الليل والنهار وما بين الايام القليله القادمه مع نهايه هذا الاسبوع واليومين، وخاصه يومي الثلاثاء والاربعاء. فيما يتعلق بالحاله الجويه ما بعد هذا المنخفض، لان الاستقرار الجوي النسبي راح تاثر على المنطقه ان شاء الله حتى منتصف الاسبوع القادم. بنقول الله يبعث الخير وما في داعي لاي تهويل فيما يتعلق بالاخبار المنتشره على مواقع التواصل الاجتماعي. منخفض جوي اعتيادي خلال الفترة القادمة رح نلاحظ منخفض جوي يؤثر على المنطقة خلال 2 أو 3 أيام يليها فترة نوعا ما استقرار أو استراحة على الحالة الجوية، أيضا لمدة 2 أو 3 أيام وتعود الحالة غير مستقرة للتجدد إن شاء الله، ولا يوجد أي تحذيرات خلال الفترة القادمة. بالنسبة لدرجات الحرارة لهذا اليوم نتوقع أن تسجل في مدينة دمشق العظمى نهارا 20 درجة مئوية، تنخفض مع ساعات الليل إلى درجات مئوية. المنطقة الجنوبية 19.6، في المرتفعات الجبلية 12.3، المنطقة الوسطى 19.7، في المنطقة الساحلية 19.5، في المنطقة الشمالية 18.6، في منطقة الجزيرة في المنطقة الشرقية بالتحديد ارتفاع ملموس على درجات الحرارة نهارا 22 درجة مئوية، تنخفض مع ساعات الليل إلى 10 درجات مئوية. أما بالنسبة لمنطقة الجزيرة متوقع أن تسجل نهارا 18 درجة مئوية، تنخفض مع ساعات الليل إلى 7 درجات مئوية. هذا كل شيء بالنسبة للأحوال الجوية المتوقعة. معقول، أستاذ صباحكم، تحياتي للكل.
أكيد بدنا نقول الله يبعث الخير. بنتشكرك المتنبئ الجوي كيناز كيوان على هيدا الاتصال والمعلومات اليوم، شكرا كثير لك. شكرا كثير لك، والله يبعث الخير يا رب ويدفي قلوب كل الناس. ما هلا يا نور وصلنا إلى فقرتنا التالية.